شو صار؟ ولا اهلا 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 رفيق دومي وجاري وحبيبي دومي. عبقول شو صار؟ غيرت الموسيقى فجاه. شو يابا؟ هلا حبيبي هون تفضل. ايه انا قلت له الدي جي غير الموسيقى. والله الدي جي صاحبنا من جماعتنا. عطلنا الموسيقى الحلوه. ايه طبعا حبيبي. زرزعت لي بدني. ليه يا زهر؟ ولا شو ما رح تشلحوا هذا اللون؟ هذا بضلك لابس لي اياه، هذا الاوراج. اي لون عادي لابس قميص عادي. شو لا بس تطلع فيك عم بيطفق ببو عيني بتفق. لك يا رفيق يا جار، انا هيك ثاقب تلاب. انا مني ما تفكر يعني يخلصنا بقى اورانج. لا يا حبيبي، هل انا كطيار وانت كقوات؟ ليش نحن بنفكر منا انه جيران بالاساس؟ نحن لازم نحب بعضنا على الاساس يا دومك يا حبيبي. انت جاري وانا جاري. بسم الله عليك. والله ليش ما انت ليش انت ما نحن عم نقول لكم يا الجمله بس انتم ما بتقتنعوا فيها. طيب كمان عم تشرب اورانج يا عم ثابت؟ يا انا كل يوم بشرب كبايه عصير ليمون على عضل الضوء. ما خص هيدي هلا، ما تفوتي كل شيء. خلصنا بقى، خلصنا. كيفك انت؟ طمنا عنك. ماشي. اخ يا صابونه اجري، شو عم تجي؟ هيدي شو اجرك؟ شفتك عم تسكع. شو منمله يعني او هي هيك من زمان؟ ما انتبهت لها قبل. شو باكل يا جاري؟ شو باكل يا انا؟ جاري دومت حبيبي. شو سؤالك؟ 100 مره خبرناك، ما هيدي الاصابه كلناها بالحرب. هاي بالحرب؟ اي حرب هيدي؟ حرب الغلغة. الالغا انتوا تراطونا اياها هون بالصابونه. هاي حرب توحيد البندقيه اسمها وقتها. اسمها حرب الالغا. الالغا ميزاتها وقتها. انتوا لغيتونا. قال انا بطلت هون موجود بالدنيا لانه انتوا لغيتوني. بس ما كان قصدنا هيك ابدا حبيبي. انت عتمشي بتمشي حبيبي يا دومي. على خدي بتعدي. ايه بس خبرنا. ايه قل لي اقعد. ليش فايلي البكير؟ شو ليك صار؟ يابا انا جاي اشوفك. هلا بدي استاير منك سيارتك. نعم بدك تعيني سيارتك ولا لا؟ سيارتي امتى بدك اياها؟ انا عايزها هاليومين، وخاصة انا اليوم عايزها. انا اليوم عايزها. بدك تعيني اياها؟ هلا بفكر لك فيه. بس خير ان شاء الله. ليه انت وين سيارتك البي ام؟ بي ام؟ لا انه سيارتك البي ام. سيارتي البي ام احلى عالم. اقوى عالم البي ام. على راسي. بس وين هي سيارتك؟ ما طحبشتها. لولو عم فيها حادث؟ فتنا فيها. الحمد لله على السلامة. يا لطيف. شو راح فيها؟ شو راح فيها اشي؟ جيت لبجها من قدام طال الكالندر كله. يه شو هالخبرية يا زلمة؟ شو عبالك روح لك الكالندر انت؟ لا يا جار، والله انا ما قصدي شيء، بس عم بطمن عنك على هالحادثة. شغلت لي بالي حبيبي. كيف صارت معك الحادثة؟ خبرني. من وراء هالإشارات قال الاخضر والاحمر واللي ما بيتسمى الاورانج. لا تقولوا اللي بزرزع بدن. بزرزع بدن ولا لا؟ يا جار ما تقولوا هذا اللون. ثابت انه هيك مثقبينه من زمان وجاي. شو خص هيدا؟ مخي شو له طعمه هيدا؟ لا هيدا هلا نحن فهمنا انه الاخضر تمشي عرمشي حبيبي. على خدك حبيبي. ايه الاخضر معروف. طب والاحمر بتوقف؟ صحيح جدا. بس هذا النصاني لشو؟ هذا اكيد له. شو له طعمه؟ له افاده بده يكون. ما هو شو له معنا؟ ما هذا ما بلا عازه. مثله مثلك مثلهم. لا يا جار، ما تقول ما تجرحني بهالطريقه يا جار. ما عم بجرحك. لازم نحب بعضنا يا جار. هات نوال مفتاح السياره خلينا نروح. هدي يا خيي هدي. هات حبيبي انت. انا هلا بدي اروح دور السياره. اوكي. ونازل على وزاره الداخليه. وزاره الداخليه ليها وزاره الداخليه؟ بدي انزل اقدم شكوى. ضد مين الشكوى؟ ضد الاشارات. ليه شو كيف شو بكتب؟ بدل لهم انه هيدا اللون الاورنجي الاشارات بلا طعمه. خلوا يشيلوه يلغوه من اساساته. انت لا معروف اذا فيك تمشي ولا بدك توقف. ضيعونا. لا قلنا قل بركي. بسم الله حبيبي. لك يا جار عمون، ما اعرف انت وفيري. الله خليك. قل لهم بس يرجعوا لنا هالموسيقى مثل ما كانت. نروق راسنا. الله خليك. رجعوا لك الموسيقى مثل ما كانت. شو بدك حط لك؟ حي الله. شو هون راجع ولا نزل الطياره على الارض؟ ايه انزلوا دخيلكم. يلا ترينكو انزلوا بشهر. خلاص خليها حبيبي. يلا جلور لشوف حبيبي انت. الله عالم.